انطلقت في الأحساء حملة حقوقكم أمانة الثالثة التي تنفذها لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والاستثمار تصفية في موسمها الثالث بالتعاون مع لجنة العقار والإسكان بغرفة الأحساء. حقيقة حملة حقوقكم أمانة أطلقتها لجنة المساهمات العقارية للمرة الثالثة على مستوى المملكة، وبحسب توجيه معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة الدكتور ماجد القصبي بأن تخصص للمدن التي يوجد فيها كثافة أو مساهمين أكثر في هذه المساهمات، فبدأنا بمساهمات الموجودة في محافظة الأحساء وبالتعاون مع الغرفة التجارية ودعم سمو محافظ الأحساء بدأت هذه الحملة في محافظة الأحساء لإعادة حقوق المساهمين مبالغ تتجاوز 50 مليون ريال لمساهمات قديمة بعضها تجاوز 40 سنة. الحملة تسعى إلى إيصال الأموال العائدة للمواطنين في المساهمات المتعثرة الذين لم يتقدموا للجنة خلال السنوات الماضية، حيث تهدف للوصول إليهم وإرجاع الحقوق. رأينا أن احنا نبدأ بفريق عمل يشكل من لجنة العقار والإسكان مسؤول عن ملفات المساهمات المتعثرة عندنا في الأحساء، فحصرنا المساهمات المتعثرة عندنا في الأحساء لعدد 11 مساهمة، وبدأنا بالتعاون مع لجنة التصفية بالوزارة بإبداء الرأي الفني، بإبداء بعض الإحصائيات، بتشكيل فريق عمل جيد. من خلال ذلك رأت لجنة التصفية تعاوننا معهم أنها تنطلق من الأحساء كحقوقكم أمانة لرد الحقوق لأصحابها. وبلغ إجمالي ما تم صرفه من حقوق للمساهمين في الحملتين الأولى والثانية أكثر من نصف مليار ريال، إذ تسعى اللجنة من خلال هذه الحملات للوصول للمساهمين كافة أو ورثتهم. نعمل إن شاء الله بالنقاش والتداول المشاكل وتعاون كافة القطاعات، سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي والقطاع العام، أن احنا نصل إلى تصفية جميع أو أغلب المتعثر في الأحساء وإعادة بعض ما تبقى من حقوق المساهمين، سواء بأقيامها أو ب يعني نحصل بعد زيادة في رأس رؤوس الأموال اللي دفعت عن المدة اللي راحت طويلة تتآكل في رؤوس الأموال، ولكن العوض ولا الحريم كما يقولون. ودعت اللجنة إلى دعم هذه الحملة التي يشكل عمر المساهمات فيها تحديا للعاملين بها، مثمنة دور المواطنين في نشر رسالة الحملة وإسهامهم في إنجاح المرحلتين الأولى منها. صالح المري، الأخبارية، الأحساء.